أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. المسيرة مستمرة والانطلاقات مستمرة في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان فزاع المكارم الذي ينطلق بهذه الشعارات في يومنا الثالث والفترة الصباحية وشوطنا الثامن عشر، أبكار مهجنات صايل الفئة اللقاية، نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات الحاضرة القادمة من كل دول مجلس التعاون الخليجي. نزلت أهلا وحللت سهلا في مهرجان فزاع المكارم للهجنة العربية الأصيلة، نتابع الانطلاقة ونرحب بالمركز الأول راهية سلطان بن علي بن تريم، يسجل حضور راهية بالمركز الأول، يتليها على المركز الثاني حلف راشد بن محمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا حلف بالمركز الثاني. أما المركز الثالث العنود سعيد بن علي بن سعيد بالبريص المري أيضا حاضر ثالثا، والمركز الرابع أقول ظن وهناد بن سيف بن علي اليابري من يتقدم بالمركز الرابع. أما المركز الخامس أكثر من شعار وأكثر من اسم، أشوف القادمة في المركز الرابع مع 114 خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار البحري. نتأخر إلى المركز السادس، المركز السادس حشيمة مسلم بن أحمد بن حربي بن سالم العامري قادما، والمركز السادس يراعي مصيحة أشوف الشرقية الغفيق بن الصغيب لعبد الله المالكي من الجانب الآخر. المركز الثامن أو السابع، المركز السابع تتقدم الورقة سعيد بن منال بن غدير الاجتبي، والمركز التاسع فهناك نوف وعبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، والمركز العاشر الحذرة سيف بن علي الضحاك الشامسي. هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، وفي أسماء أيضا على قائمة الانتظار أكثر من 100 شعار أيضا ينتظر دوره وتنتظر هذه الأسماء العودة إلى مقدمة الشوط. وماذا ترى وجرى على المقدمة؟ نتابع الصدارة، نتابع التحدي، نتابع تعويض اللي غيرت من سمعة الزقرة. ما شاء الله الخليفة بن سعيد بن سالم لينيبي من يقدم لنا تعويض بالمركز الأول، يتليها مباشرة مع المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني. الله الله، الورقة طلعة سريعة قوية، طلعت الناموس بشعار بن منانة سعيد بن منانة بن غدير من يقدم لنا الورقة تغرد خارج السرب، نعم بتغرودات الناموس. المركز الثاني تقترب أيضا، هناك اللي هي القادمة، أقول الحذر السيف بن علي ضحاك الشامسي، أهل الرعفة يطالبونك بسلام يا شامسي، يقترب الآن من التتويج. ناخذ المركز الثالث، المركز الثالث فهناك تقترب، أقول هناك تغرودة، وعبد الله بن سالم بن غيميل لوهيبي غادم يغرد ويهدد تهديد مباشر على المراكز الأولى. المركز الثالث العنود سعيد بن علي بن سعيد البريص المري على المركز الرابع، المركز الخامس فهناك ايضا شعار قادم على المركز الخامس، راهي سلطان بن علي بن تريم الاجتبي يتقدم، والمركز السادس اللهم 116 اللي هي مزايا واحمد بن ناصر بن مسلم المزروعي قادم بالمركز التاسع. يا هي اسمع، حاضر الحذرة قادمة والتحدي بدأ، والشرقية
الشرقية الشرقية، ولكن الضحاك الضحاك هناك الحذرة سيبن علي الضحاك. يا الشامسي يا الشامسي يا الشامسي، عندك الأول عندك الأول يا أبو راشد، عندك الأول يا أبو راشد، حرك حرك وروح، لأن المسافة المتبقية ما تبل عصاف الأبطان. أيوه شوف شوف الكيلو الأخير، المركز الثاني المركز الثاني، فهناك اللي هي الشرقية الغفيج بن الصغير بن عبد الله المالكي على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث الوصول من قبل اللي هي انذار ومبارك بن سهيل بن غصنة العامري، ينذركم انذار انذار قوي. اشوف اعود الى مقدمة الشوط، الصراع الصراع، ووصلت اللي معاها الرقم واحد، وصلت اللي هي اسباب محمد بن سلطان بن حمد الهاشمي، ولكن التغيير ما شاء الله اطلعت اطلعت بسرعة بسرعة رهيبة بسرعة قصوى، تتقدم الآن تتقدم الآن انذار انذار. مشاهدينا الكرام، مبارك بن سهيل بن غصنة العامري، روح يا بن غصنة روح، فال النشامة فالك، فال النشامة فالك، فال الناموس فالك. نعود نشوف المركز الثاني، هذه اللي وصلتنا أول إذاعة، أول إذاعة القادمة اللي هي هجوم معيصم بن علي الهادفي الاجتبي الهادفي الاجتبي، ولكن الناموس الناموس ذهب مع انذار المبارك بن سهيل بن غصنة العامري العامري. سلام عيناوي، سلام سلامين سلامين، سلام على اليمين وسلام على اليسار، وسلام للجماهير وسلام للمشجعين وسلام للبن غصنة العامري. المركز الثاني المركز الثاني، فهناك وصلت اللي هي هجوم لمعيصم بن علي الهادفي الاجتبي. اما المركز الثالث المركز الثالث الشرقية الغفيج بن صغيب بن عبد الله المالكي، والمركز الرابع فهناك وصلتنا نشوف المركز الرابع، اقول محبة وفرج بن محمد بن فارع بن حمودة الظاهري، والمركز الخامس المركز الخامس من نصيب نتأكد من الرقم 86 اللي هي الحذرة سيف بن علي الضحاك الشامسي، والتوقيت الزمني 7 دقائق 24 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المبارك بن سهيل بن غصنة العامري على فوز انذار بالمركز الأول. أما اللي وصلت بالمركز الثاني توقيت الزمني 7 دقائق بالتأكيد 25 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لمعيصم بن علي الهادفي الاجتبي، والمركز الثالث المركز الثالث 7 دقائق 28 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفضل.